يا صباح الورد، اخباركم ايه؟ انا النهارده هاخدكم في جوله كده للجيم. النهارده انا رايح الجيم، انا بقالي تقريبا يمكن حوالي 4 أو 5 أيام ما روحتش الجيم، ودي عاده ما بتحصلش. فهناخدكم جوله كده للجيم ونشوف الدنيا هناك عامله ازاي، وهتشوفوا اشكال الناس اللي موجوده في الجيم. هتلاقي ناس واحد يمكن عنده 60 70 سنه رايح الجيم، الكلام ده مش موجود عندنا في الوطن العربي. يعني الاعمار الناس اللي بتروح عندها 60 70، وده عادي جدا هنا على فكره. الناس هنا اللي واخده بالها من صحتها عادي جدا، واغلب الجيمات هنا على فكره كبيره كمان مش صغيره. فهنروح كده ونشوف الدنيا هناك عامله ازاي، ونلتقي هناك في الجيم. ومكملين، هناخدكم كده في بالطريق نوديكم الجيم، وبالمرة كمان تشوفوا الطرق هنا في أمريكا. تمام. هنا زي ما انتم شايفين أغلب في شوارع كتيرة جدا هنا. الأمريكان بصفة عامة بيحبوا الأماكن المشجرة كده، الشجر والطرق اللي انتم شايفينها، الخضرة بصفة عامة. فهتلاقوا هنا البيوت كلها زي ما انتم شايفين كده، عندهم باك يارد وعندهم حدائق كده عاملينها قصاد، مش حدائق، بتبقى يعني خضره كده وزرع شجر وحاجات زي كده قصاد البيوت عندهم. وده العادي، واغلب الناس هنا عاملين كده. تمام. وبيحبوا ده جدا، فتلاقي وفي اغلب الولايات، مش في ولايه او في اتنين. يعني ده احنا حتى ماشيين حاول بالصدفه كده في الشوارع، انا مش ماشي في شوارع معينه. تمام. ده ديت قريب من السكن بتاعي، فتلاقي ده العادي جدا بتاع البيوت الأمريكية. تمام. الشجر والزرع والحاجات زي كده. تمام. ونتكلم بقى على موضوع الجيم. تمام. ان في ناس هنا، ده الطبيعي برضو بتاع الناس هنا، ان ناس مهتمة بصحتها جدا. حتى ولو ما بيروحوش الجيم، تبص ليه برضو مهتمين بصحتهم، بأكلهم إلى حد ما. تمام. هم برضو اكلهم برضو مش حلو قوي، بس بيخافوا جدا على نفسهم، بيخافوا جدا على صحتهم. تمام. يعني في وقت الكورونا غير الناس عندنا في الوطن العربي. تمام. تبص تلاقي الناس هنا بياخدوا بالهم من صحتهم جدا، وياخدوا بالهم من الماسكات، من السوشيال ديستانس والحاجات دي كلها، خوفا على نفسهم. تمام. فدي حاجه كويسه فيهم. والناس هنا بتروح برضو جيم كتير جدا. تمام. والجيمات منتشرة بطريقة غير طبيعية. تمام. موجود في كل مكان، في كل تقريبا يكاد يكون في كل حي. تمام. موجود جيم، وجيمات على فكرة أحجام مساحات كبيرة، تبقى جيمات كبيرة الغالبية. تمام. برضو استيل برضو في جيمات صغيرة، مش الكل كده، بس جيمات، في جيمات كتيرة جدا، كبيرة جدا. نعدي بس اوكي. بعد كده بدأنا نطلع على الشوارع الرئيسية، ومع ذلك زي ما انتم شايفين برضو الخضرة والشجر والزرع، الحاجات دي موجودة في الأماكن الراقية جدا في مصر أو في الوطن العربي، اللي هي الخضرة الزيادة قوي والشجر والنجيلة والحاجات دي. حتى الشركات الكبيرة في مصر، شركات العقارات وحاجات زي كده، لما بيجوا يبيعوا شقق بيفتخروا وبيتفشخروا بموضوع الخضرة الكبيرة اللي موجودة، في الكتيرة اللي موجودة عندهم أو بيعملوها يعني. تمام. فعشان كده بيبيعوا برضو شقق بالملايين. انما هنا ده العادي، يعني زي ما انتم شايفين حتى الناحيه الثانيه من الطريق كله شجر شجر شجر، موجود في كل حته، والخضره موجوده في كل حته. تمام. وبزياده يعني، على غير، انا ما اعرفش طبعا دول اوروبا او دول تانية ما اعرفش عندهم نفس كميه الخضره والشجر والزرع والحاجات زي كده، بس هنا الدنيا كويسه جدا. دلوقتي احنا طلعنا على طريق عادي، الطرق دي موجودة في كل حتة، ولكن الزرع والخضرة والكلام ده موجود بقى ايه في الأماكن السكنية. يعني مجرد لو دخلت في أي شارع دلوقتي يمين، هتلاقي شجر كتيرة جدا وخضرة كتيرة جدا، والبيوت اللي ما بتبقاش مباني عالية. تمام. اللهم الا اذا ممكن يكون بقى في مدن زي نيويورك وحاجات زي كده، ممكن يبقى عندهم سكاي سكرايبرز وحاجات زي كده، الناطحات السحاب. تمام. عشان الكثافة السكانية هناك عالية.
تمام. فلكن هنا الكثافة مش عالية قوي، فبالتالي أغلب البيوت بيوت من دور واحد يعني، مش بيوت عالية يعني. طيب ناخدكم في جولة كده تانية. أنا المفروض كنت أروح من شارع تاني، بس أنا عايز أقعد أخرم كده عشان أمشي في الشوارع وأفرجكم على الشوارع. ممكن هي عادية، بس هي زي ما قلتلكوا، بس إيه الخضرة زيادة شوية. تمام، مش بسهولة إن إحنا نلاقيها عندنا في مصر أو في أغلب الوطن العربي. هنا مهتمين جدا بالخضرة والشجر والزرع وحاجات زي كده. يلا كويس، الإشارة مفتوحة، طرقنا كلها خضرة النهاردة، يلا حظنا حلو. كنت زمان قبل باجي امريكا بقعد اتفرج على الصور اللي هي بتبقى الشوارع كده الخضرة والشجر مغطي كده على الناحيتين وبتاع ومش عارف ايه، كنت اقول يا الواحد لو يسكن في اماكن زي ديت يبقى متعة بقى وحاجة كده. خلاص مش عايزين حاجة من الدنيا بقى، ان الواحد يسكن في مكان كله خضرة وزرع ونمشي كده تحت الشجر كده، يبقى الطرق كلها كده بالمنظر ده. بس لما جينا مع الوقت بقى الواحد بيتعود يعني، الواحد بيتعود بقى على الاماكن ديت. بس ستيل برضه طبعا ايه بتأثر على نفسية الواحد يعني، يعني الواحد دلوقتي مش عصبي مثلا، ما بيتعصبش كتير زي الاول، تنشن قليل. تمام، لكن فعلا لما تمشي في شوارع بقى زحمة وناس بتحس انها تتخانق مع نفسها وتتخانق مع دبان وشها زي ما بيقولوا يعني. تمام، فده كله بيأثر على النواحي النفسية والصحية بتاعت البني ادم يعني. تمام، انما لما تمشي كده في شوارع كلها يعني الترافيك ما هواش زحمه قوي، الشوارع متظبطه كويس، الطرق خضراء، شجر موجود في كل حته، خضره موجوده في كل حته، الناس كده بيس ومتساهلين وبيتعاملوا مع بعض كويس وباحترام، فكل ده بيأثر على نفسية الواحد وعلى صحة الواحد فالواحد فعلا يعني الحمد لله الواحد يعني نفسيته أو صحته اتحسنت كتير كمان عن ما كنت في مصر يعني. ايه يا عمي، وشايفين هنا الإشارة هنا ما هياش لا خضراء ولا حمراء، تبص تلاقي بتدي فلاش كده، فدي فلاش معناه ان احنا ماشيين بالدور يعني، السيارات من اللي احنا بنعدي من على التقاطع اللي جنبنا نعدي، ده انا هعدي اهوت عشان وبعديه الناس اللي ورايا هتقف عشان اللي على اليمين ده يعدي. تمام، فهنا الناس بتحترم جدا الاخر في المرور يعني، ممكن ما تلاقيش، انا ما شفتش عمري عسكري مرور واقف على اي اشاره. تمام، انا من ساعه انا ما جيت امريكا بقى لي اكتر من سنتين او سنتين تقريبا، ما شفتش عسكري مرور واقف على اشاره. الناس هنا حتى لو الاشارات عطلانه في بعض الاحيان يعني، ممكن تعطل لو زي ما حصل من فتره كده مطره شديده وحاجات زي كده، فممكن الاشارات تعطل لسبب ما، فتبص تلاقي الناس منها لنفسيها منظمين حالهم من غير ما حد ينزل ينظم لهم امورهم. تمام، وصلنا للجيم. تمام، جود. ال اي فيتنس، ال اي فيتنس، ال اي ديت جايه اختصارا من لاس فيجاس يعني، لان منشأ ال اي فيتنس ده كان في لاس فيجاس. مفيش مكان باركينج، الدنيا زحمة النهاردة مع ان احنا الصبح بدري، بس هو ده طبيعي الصبح بدري، الناس بتروح الجيم الصبح بدري، ده الطبيعي. هنلاقي مكان، وفي اماكن بس احنا عايزين جنب الباب او عايزين قصاد الباب، بنتدلع احنا، هو ده الدلع بتاعنا، مش عايزين نمشي. يعني الواحد جاي اهو الجيم يعمل رياضة ومع ذلك برضو مش عايزين نمشي، مش عايزين نركن جنب الباب بالظبط، بس مش لاقين، خلاص نركن هنا قصاد الباب برضو. وركننا برضو عند الباب. يعني فعلا كنت اكسح كسل، لازم هو الناس جاي الجيم وناس جاي عشان نلعب رياضة ومع ذلك عايز اركن قصاد الباب برضو عشان، والناس كلها كده. يا
يلا كسل نعمل كنت كسح كسل. تمام فنشوف ندخل بقى ايه اللوكر نغير هدومنا يلا. وبمناسبة تغيير الهدوم هنا على فكرة في اللوكرز في الجيم هنا عادي جدا ان الواحد يدخل يلاقي حد بلبوس بلبوس هنا ده عادي جدا هنا في الجيمات وفي امريكا. اول ما جيت هنا هوت اول ما جيت امريكا جيت دخلت مرة الجيم وقعدت مثلا حوالي اسبوع كده ولا حاجة في البداية تمام وبعد كده فوجئت وانا مره كانت اول مره بقى في حياتي كنت اشوف واحد ايه كان واحد مره قلع بلبوس قدامي وكان مديلي ظهره فانا قلت قال له الواد ده شمال ولا ايه تمام فبس مع الوقت تمام وكنت ايه الواد ايه كان ابيضاني تمام اللي هم الوايت امريكانز وكان ايه التوته بتاعته بيضه بيضه وانا كنت مزبهل من المنظر بس مع الوقت اكتشفت ان ده العادي جدا عندهم بس انا ستيل ما بعملش كده انا لا يمكن حد يشوف التوته بتاعتي يعني انا ادخل الريست روم اغير هدومي وبعد كده اطلع تاني اطلع الجيم بتاعي ده ايه ده الجيم انا مش عايز اصور بس او اقرب من الناس عشان يعني محدش يفتكر ان انا بصورهم وان كانت هي ما فيش اي مشكله هنا ما فيش حد بيعترض على حاجه ما فيش حد يقدر يقول لك انت بتصور يا استاذ ده ممنوع هنا التصوير الكلام ده الكلام ده ما فيش حد يقدر يقول كده تمام بس يعني منع عند الاحراج او منع ما حدش يتكلم يعني او مش يتكلم ومحدش يقدر يتكلم بس يعني ما مش عايز احرج حد يعني مش اكتر من كده والنهارده انا هتمرن شيست وباي وزي ما قلت لكم زي ما شايفين حجم الجيم وده العادي زي ما قلت لكم عادي جدا هنا اجهزه كتيره جدا وناس زي ما انتم شايفين يعني اقول الاخ ده مثلا الراجل ده وده عنده مثلا يمكن 60 سنه ولا حاجه تمام وده عادي جدا نلاقي ناس هنا عندها 60 70 سنه وفي ناس هنا انا بشوفهم والله يمكن تقريبا ممكن يكونوا فوق ال 80 تمام فوق ال 80 سنه تمام وما فيش بقى جيمات هنا الجيمات كلها ما فيش حاجه اسمها ميكس ومش ميكس ما فيش حاجه اسمها جيم رجاله وجيم ستات وبتاع والكلام ده وهنا كله زي ما شايفين ده عادي جدا ما فيهاش اي حاجه ما فيش حد هنا بيتكلم حد او ما فيش حد بيعاكس حد او ما فيش حد بيضايق حد تمام لا ولد واحد بيضايق واحده ولا واحده بتضايق ما فيش حد هنا بيضايق حد تمام كل واحد مشغول بالتمرين بتاعه كل واحد فيه في حاله ما حدش مع ان هنا الموزز ايه في موزز جامده جامده يعني وبيلبسوا لبس ابن ابلسه تمام بس في نفس الوقت ما حدش بيضايق اي حد ولا حتى بالنظره يعني اللي بيبص بيبص من بعيد لبعيد كده وفي الخباثه وخلاص على دلع وعملوا يعني انما ما فيش حد ابدا بيضايق حد او بيضايق حد بالنظرات. طيب كفايه كده بقى عشان نبدا احنا التمرين بتاعنا تمام ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.